إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أولا رب سبحانه وتعالى يا نهاد علينا الله إنه جمعي قريب إيسا ساوضا قرانا إنه قريبا إله فإسكالا، وأن المساجد لله إنه إله إليه وحاد دليله قريها كلا إنت نسكو متقانا نين يلي ملاها قريب إيسا إنت لنا يكسو حراته إنت نوقف إنا إذا حفرستان حديث الله أقلادنا دنا واللقاء عليا دنا والله أقلادا. أما قريبا إلهي سبحانه وتعالى إسكالة إن اللقاء معليا عدي تما دوا يسوقشا لأنه إلهي با إسكالة مركل ربنا قال إن قبحيه ومدو دنبا كقيب قال تايو دقاله هذا كبحيان ومحاي كبحيان قلو إلهي بايسكال الله سامح حسن إنا وافجي إنا نعاو قلو يسكو نبانو كلمة عن سجود إنو الله وما سيه وحان كلو مهدو علنينا ضلن يرد أما منظمة كسو شقي سبرمامج كن دعوة أرنت خير كإن لغا شقيه إذ كستاء المفضوضة نكو إلهي سبحانه وتعالى أفضوضة أي أفضوضة هاي سيدا مركة درسك الآخرين نكو إلهي أفضوضة لغيستاء مركة اللي سوعدين وخير لسكو الشيخ نكو إلهي أفضوضة يقول لغيستاء نكو إلهي أفضوضة إن لغيستاء كريم هاي أيا كان خير كأي وناك إكا شقيين وحالان هاي ومحسنتين وحان كلام هذا كرو علينا مسايك قد جي سنة ما هب بنو علينا إن شاء الله كلمة لنا عاو حين قندونتا وصايا من وصايا عليه الصلاة والسلام دردارا دردار مه دردار النبي صلوات الله وسلامه عليه وحي النبي دردار دردارا كي سقيب كمد بن كهدي دورنا عرورت أبوه ذا مركي ملك آلائين مركي روان وحبرشين يا آلان أبوه دردار مياه خوية عنوك ذا وي دردار مسا أبوه خير كو إشيغايا وحيرا وإن أغاد تكته ملك لنا ووسي سعطي أبوه سيدا يسيدا سميه أو هوشا كسع خوية ذا واسيدي وكلا وي دردار مسا دعانا وي راعسا وحيت راسيانا كو دردار ميو سيدان نيال إلهي نبحان كاقبر يا أمد هوي عابين وكاقبر لغا ميلا تكتبه ويدعى لأنه والله دردار منها يا نبي صلى الله عليه وسلم أمد النبي هو دردار مي صوبنا إسك موسى تيجين سيد أمد أولا حجوغ موسى نقاجين صوبنا هوينك قارب هو دردار مي حجاشنا قارب هو دردار مي أمد أولانا النبي هو دردار مي صلوات الله وسلام عليه مر وصيده وحا أركيسا وحوينك كلي صوبنا هوينك والله اللي هوينك وتوجيهني وحليه دردارنكا يا دردارنكا قاتل قبله والليبان إيسا مر وحا أركيسا رقا كلي ودردارنكا قوصا ذا مرنا وحا أركيسا اللبدي والا جمعي رقنا والله دردارنا هوينكنا والله دردارنا مر كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم موسى انتقل سبحانه وتعالى خير مجرى
إلا صبناه وعدي شرنا مجرى إلا حذرنا صبناه وكتب صلوات الله وسلامه عليه مركا وصيادا ومن وصايا جامعة وصيات كجامعة أوحى نقول سلام بكم إتاي سقال وصيانا قال أنت أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ودر دارني نبي وصيادا وحودر دارني نينك ودر دالي ودر دوا تقاني ونينك سحابيها وصيادا وعام إلا ودر دا ودر دا وحكور بحنايا نبي صلى الله عليه وسلم سقال شيء ودر دارني أبو ذر كريم مودة دار وإن فرد أنا مودة دار النبي صلى الله عليه وسلم وسقال وصية سقال شاسة وحن كذا سقال كاسة وحن كذا نان تلمع متونا أبو ذر دا وحليه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ساحبك يا وحيد دارنا بتسعين صبناها إيه در دار ما صبناها سقال شيء بو إيه در دار ما سقال كاشينا عاموي أبو ذر سيا الله ودر دار ما دردارن كأنا كان وينو يلا قدم ككواد حكير أبو درو لا تشرك بالله إن قطعت أو حرقت وربو درو إلهي سبحانه وتعالى هؤ الشركيير إلهي سبحانه وتعالى وحل حريرين إن قطعت أو حرقت أما أذيك هل وقوة دبها الغوطور أما أذيك جلك هل جرجر حطينا قتلاه هنا وح لو ذاجسه أما قبر لو ذاج أما ملائك لو ذاج أما أنبياء لو ذاج أما جد لو ذاج هاو شاهد يقولوا ما له وذر ويرين هذي دب لقوة عبسية تبكى هكا عبسان هذي لقوة عجب لين لقلا جرجرة هكا عبسان قلب كوا قلب كوا دوم صار نقد دوننا قلب كلباد وسيلة وحكيل لا تتركن صلاة أبو ذر وهكتجن صلاة مكتوبة هكتجن ومن تركها متعمدا برئ منه ذمة الله وأبو ذر وحيره صلاة واجبك صلاة مكتوبة أبو ذر وهكتجن كسن صلاة هكتجن نك صلاة كتجن إليه أتيس بلان ما تعلم وح بلان وهل كأويا لما لها حتو آخرته أصوقفك صلاة كتجن كسن أبتغي نك إلهي وحوم أكتي سمية لنار أبو تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وحيرو وني ورط صلاة مكتوبة لها كتجن وقلب كلبا قلب كسيد أحد حوضر دانا وحيرو ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وربو ذر وحي ليس نيه من دوريها عنن ونيه قمردها عبن خمرضة أول عبو ومفتاح كل شر شرك السافرها الغفرته أو شرك فرها الغفرة وقفلك الغفرة ها وخمرة وحيرة قمرضة إسكي العالم قلب كأفراد حكوية وأطع والديك وربو ذر ولبدا ذي والد أطع هوي يا عبو لبدا إنا أطع ذوي بري غودي وناغودي إنا كدد داشوي قلب كلا صوبنا حكولي صلى الله عليه وسلم أبو ذرو حدي لبدا هوي أهوي يا أب حطيكو أمران أن تخرج من دنياك فخرج لهما حتى حطيكو أمران الدنيا على هذا ورين أغبح لايك أغبح وصيادك لو حكولي أبو ذرو لا تنازعن ولاة الأمور نمن كم مدح ذا مدح نمدح كل أمر منه مدح نمدح اللقب سنين وين رأيت أنك أنت أبا أردت من كان مدح نمدح اللقب يوالا دورتي أذيقين أغفي عنتها أذيقين أغم مناصب سنتها أذيقين أغفي عنتها وخير بانت بلشاه يددين أمرك الله الله أبتو حبا أحاتي وحيري سيداها سمين إسكاقتك قلبك كل بحكوري ولا تفرن من الزحم من الزحف وين هلكت وفر أصحابك أبو ذر وحيري هل إسكي لالي هعرر جهاد كمرك اللقره مرك القاردة المسلمين تيسيان أرقى ساحدا لو ذجوه أو دقالك أوسع ذو ونيه وعرر إسكي لالي
adiga dadkaadi oo dhan hadday rabaan ha cararaane adiga halkaa taagno waxa badda la sugay ha dhaqaaqan. waxaaloo nabiga dardaan u dardaan waxaa ka mid ahaa anfiq calaa tawlika calaa ahlika, warawdarow ehelkaada nafaqe. islaanta iyo ilmaha ha la nafaqeeyuu nabiga dardaan sal alla alayhi wasalam. wuxuu kaloo nabigu sal alla alayhi wasalam ushaadana ha ka kor qaadin, oo cabsidaadiiyo nin mas-uul inaad tahay ha ku ogaadaano, oo caruurta aabba inuu reerka jooga ha ogaadaano, oo islaanta odayga inuu reerka jooga ha ogaadaa. wuxuu ilaah ka kor qaadin. qodobku dambeysagaad wuxuu ku yidhi haddana ilaahay daraaddiisa oga cabso, ilaahay daraaddiisa oga cabso. sagaalkaa wasiyo nabigu sal alla alayhi wasalam awdeer u dardaarna xadiiska markaas sanadkiisa waa saxiix waya, xadiiska waa xasan darajiisi. waxaan rabaa markaa sagaalka wasiyo mid mid inaan usoo qabanno. qodobka koowaad, wasiyada koowaad waxay ahayd nabi wuxuu yihi sal alla alayhi wasalam laa tushrik billaahi shay-an wain quticta aw xuriqta. abuudarow, ilaahi subxaanahu wa tacaala waxa la wadaajinin, niyahu jirkaada ha la gagooyo ama jirkaada ha la gube, ilaahay wax la wadaajin. lianna shirkiga waa dulmi midka u weyn wey, waa baadi iska cab. camalka hadduu galana wuu buriyaa, qofkana naar buu u waajibiyaa. markaa wuxuu yidhi niyahow waxaa yeelaysaa shirkiga iska ilaaliyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la wadaajin. lianna kownkan ilaahay baa iska leh, kownkan ilaahay isagaa abuurtay, cirka isagaa iska leh, dhulka isagaa iska leh, makhluuqan ola isagaa iska leh, ilaahayna muxuu abuura isaga inay caabudaan. wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. ilahay wuxuu yihi insi iyo jinna uma abuurin aniga bas inay caabudaan. cibaadadii noocaahaed cid kale ha ugu darin wey, yo haddii lagu cagajugleeyo cagajugleynta ha ka yeeli. maxaa ina shirka la dulmun cadiim, shirkiga waa dulmi weyn, aad u weyn wey. ilaahay wuxuu lahaa in cid kale la siiyo hawsha hawl sahlan ma aha. marka wuxuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la wadaajin. aayadka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi innahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wamawaahum nnaar wamaa lidaalimiina min ansaar. ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka wax la wadaajiyo, ilaahay cibaadiisa cid kala siiyo, baryada ilaahay cid kala siiyo, gowraci cid kala siiyo, nadarka ilaahay kheyrkiisa ku nadra cibaadu ilaahay lahaa, ama istiqaada ha ahaato, ama isticaada ha ahaato, ama duca ha ahaato, ama dabxi ha ahaado, ama gowrac ha ahaado, shaygu ilaahay lahaa cid kale ninka siiyo, jannada ilaahay waa ka xaaraam. u fiirsa suubanaha wuxuu noo sheegay sal alla alayhi wasalam bahalka daqsiga la yidhaahdo, yaa ninna wuxuu ku galay janno, ninna wuxuu ku galay naar, waa daqsiga yar aragteen. suubanaha wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, laba nin baa maalin socdeen, markaasay meel buundo soo mareen, sida hadda buundada marka nairobi loo socdo buundadaa la maraa, gawaarida waa la joojiyaa, dadkana waa la soo dejiyaa, ninba sharcigu wata soo bannaanka soo dhig baa la yidhahdaa. hadduu qofka kibaano watana wuu maraa, haddii laga waayana waa lagu dhagaa. niman markaa buundada joogaan baa jiraa, buundada markaa sanam baa yaallaa, sanamkaa marka la rabo buundadaa in la gudbo in wax loo gowraco wey, nin aan wax u gowracin buundadaa mari kari mahayo. labadii nin markay buundada imaadeen waxay dhahe soo dhawaada, waxay dhahe niman socotaan nahay, meelna waan u soconnaa, buundada inaan marnaan rabnaa, hawshaasaan u soconnaa wey. waxay dhahe maxuu mee waa maraysiin, sanamkan ilaahayna wey waan caawudnaa, ninka halkan marina waxuu u gowracaa, waxaan rabnaa inaa wax u gowracdin. way hadleenoo waxay dhahe niman socotaan nahay, hadda xoolana ma wadanno, suuqna ma joogno, hawshaasna hool aan ku talagalsaneed ma ahan, hoola ku talagelina dhibkeeda waa iska badan yahay, haddii hana la saamaxa meejaan iska marna xoola hadda ma hayne. waxay dhahe dhegaysta, xoolo inaan la wadin waan aragnaa, ilaa waxaa yeelaysiin taqsigan ma aragtiin, wax weyn looma baahno, taqsigan soo qabta, taqsigan madaxa ka jara, sanamkana haloo niyoodo, hooshooba iska intaa wax culus maaha, ninna geel niiga ma rabo, ari ninna ma rabo, loo in la qaal lama rabee, taqsigan ka faa'idaysa gooya inta mara, ninkan sanamkan wax u gowricinna madaxiisa halkaasaa la dhigi, noqosho ma laha.
هذه لغو سيدا يهوش ويفعنان هذا لغو رميجا كتما هذا كنا قم ميا كنا لغا جاري الله بميد دورا ويمر قادي أما إلهي وشركيان أما صنم كان معنا وحو قورا لابدني ننبع الله وحير عني وحبان قورا الدقسي وصاقرتي كركو كجري مركو كركو كجري وحاني ننفي عن باتها سعو هير كادو عده كي كلا وحير عني الدقسي قورا عمهي إنا الدقسي قورا إلهي قير كيسي وحو قورا هو شاد دعميس وحاني وحتى حد الله ضمتاي إلما هذا هو مين إسلام تنا قروبا كردقين الدنيا ده كل عيارين صاحب كاميجو مروار التايمر هدي كلاس وما هم متيدا باكو تالا أدي اختر دورة دقسية إن أقول كجر ما جمرته إن كل كذا الكل قطور إن حرقة أو قطع سامانة سامر وحيراني كل كل اللي جرى عن كور مرن إن هالك وحى عن سمعي نك كبت والودلي ولا جو رعي ولا جت خلصي كي كلام واتقى صوبنا ما كفين صلى عليه وسلم نينك الدقسية جورع إهل ناروي شركة وكل إنت إله قيك يسوع عبدي نينك الجيدي إهل جنة نقول صوبنا صلوات الله وسلام عليه وحكوي مكة محملا دقسي واحد لو جورعي يا نار هو قال صح داو جورع على كور هل داو جورع على كور أري داو جورع على كور قعنت داو تاي تكور المه داو يسكورها هوشة هوشة لنا مع شركة مكة قتروا نبي كان صلى الله عليه وسلم وحوضة دان أبو ذر أبو ذر وإله سبحانه وتعالى وأهل وداجن شرك يا مركا إله سبحانه وتعالى وأحلى لو داجيو عباد إله ورها يرضن وأحلى غسيو إله غير كي سوى شرك دعاء موسى دقان دقن دعاء لدعاء يسو وإله لبريو وعبادة حتى إله العبادة ودعاء وحا قدر توا شرك وحاتر إلهي أولياء أن قبصنا إلهي أنبياء أن قبصنا إلهي ملائكة صدان قال لي شركي قتر ويتاسكي لالي أنك شركي وحمق الناس سنم لعاود كلي سنم لعاود كلي شركي معها هود هذا داعا ودوا شركي جيد هداعا ودوا شركي قبيل هداعا ودوا شركي ودن هداعا ودوا شركي علماني هداعا ودوا شركي شرك محلي هذا أصلاً وحلي هذا إلهي وحولها إذكر لنا سيسو إلهي سبحانه وتعالى وحولها إذكر هذا سيسو شركه هذا قبل التكتو قبل حولك وقور عضو عرانا كسو قادت شركه قبل صومال الضوافجر وقرنا يسين بيونا يملك الله تقام حالة سبعين جري قبول طوال الضوافجر عرانا والله سو قادن جري المن والله ويدسن جري نذرنا والله حرين جري كعمانا والله تاغن جري ويف ربنا ين قبل كلمة هل كل شرك ويحصل حولي دين لك حلو قورع محل هو قورع وحاليها قبل أنك كجرا مو وحكو قلا شيخ نور مو وحكو قبتا شيخ فلان مو وحكو قلا شرك وي بل أي وحنال كجري نمان أنسوا مينين وحيكولين أنك مريدين تانهاي شيقا وشقينا هذا شيقا وشقينا شقد الشيخ عن قبرنا صورنا إنا عن صورنا الله مباهنا محا شيخ عن يكفى على قادة هوشا أساوي حول هوشا نيا كفرا إذين كور بهارنا آخر من صومه آخر أنا جاجرا آخر هوشا إذا أنا كفرا سيدا سيني من كل عبادة إسان وإله كل عبادة شرك وإنكا سيعابدين نكا هي أي عابدين حتى مركا قبور وحلو دون توا شرك وقادة صوكما خايدة للعب جرى مجرين ويجرين صومالي جبال حالا زمان جري بركت وين بايدي الله سمايو يا حلول الشيخ قد عن كي صدنا على قشوة عن روفت الشيخ على قشوة كايد الشيخ على قشوة إيج الشيخ على قشوة عن كي صار قدر بيانا على قشوة بلا عبا ولا بركة يسم وبركة الشيخ شركي هو صوما دار كمي ده انتو كنيني او جدول ساريني او كل انا مكان كسو اتو كذا هذا اللي بريدي سنقول مرد عايسو المها اللي ويدستا عافمات كان لو يجسا جنال لو يجسا شركون هذا كور هاي قبسته نبى حافظ عن شو هو ماذي حافظ هاتو ماذي حق حير علم إسكا برتانه عصر كنيك حافظ جو أو أنت سو فراش إسكو دول صار أنت سو بركنا ما جل دقة أنت تتصو ترمش يقوم لا صار دقة ما جانو ماذي حير بانه إسكا فريسنا إسكا شعب ما كم مقرب كل جاري وحنا الشيخة سلادة سلادة ولا جاره حر أني سلادة ملهم كم تكل؟ ألقيكم تكتاو
حقي مكي حق مزودك إذا كان مساجد كأل والمجال هذا المساجد كأدة هذه كريا مكك مسويت كم كرتيد مكان كم ممكن تكلنا هنا مكان ماي هوشة هجري مولدي هوشة هولا هجري كرتيو دعاء جارتي هولا أوبر بح كرتيو هوشة بحر بحرو هوشة هول هول هولا هجري كرت هذه ما يقول كم مساجد كأل وأوليها تقول عدة وجوه مع موسك سير لوسو دوين سير كعمها لو تاجي سير الله بري ما مرين كرت شركه حيلاه قيد كسال عو قبيل كمر وشرك النقضاء قبيل كمحو نقضاء شرك ونقضاء مرة العودة قبيل أوصل له عودة حطوا قبيل كوحو كودر أدلة إذا كور قبيل كاكودر وحور كحب السود قبيل كاكودر كعو حاسمة وحن إلهي سبحانه وتعالى ودي ذا شرك وي وشاق أن من كان براضيها وذا التاقل توريها وذا وطان كل شرك ويقول لهم يا درا مدح ذا درتا تجرى ذا دران قبيل كا درا أضياش دران كل واشيك كواسي حاودين محاه إلهي سبحانه وتعالى حرام بقرية نفل نقوي نفل نقوي ما بنانو قف مص النفتي سئنا قوي حرام وي قوس كسا قاحو درو ميتو قي عليه شقيا أبيني وحسوني استعجل يا عاود إلهي ميزن عاود إلهي قيل كيس وقبيل بي عاود هذا يساقو من تاني النار أياك كود مثك دير الله كان عقسي سدح ده كم ودنك شاقان أفر ده انت به النار صويت إلهي قيل كيس عاود إلهي ميزن عاود محا إلهي سبحانه وتعالى قف مصن النفتي سئل لقوي مبنانه من قتل مؤمنا متعمدا ها فجزاؤه جهنم قف مؤمن نك ديلو متعمد وديلو او قسف فجزاؤه جهنم جاي عاود المركا الهي وحل ديلو لا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق الهي وحل نفيا للدين نفتاس الهي حرام وكدغ الا ديلو ما بنانو نفت الهي سبحانه وتعالى وديلي عدي غويسو عدي قدرتي عاود الهي ميسن عاود الهي ها ميسن عاود شركي ومركا الهي وحل لا سيو تعالى مركا وحاني ري وعبادة إلهي كلبا إسكالة تعالى مركا لبا الله قيبيا تعالى لبا الله قيبيا تعالى مد تعاول العبادة لي رهدا تعاول العبادة يا لي رهدا هذا سين مسايد كمان كان كجرنا وعبادة عبادة كجرنا إلهي سبحانه وتعالى أجر بوينو قري خير يا برواقا نولو قري عبادة سين كجرنا أنا معها تنا جعمها تاجيسا وحلا يا ربي يجرجر يا رحمن ارحمني يا قفار اغفر لي يا تواب تب علي عدك له دولة إذا شرك وإلهي كلمة أسكر عدك لو من اللي حنكر عدك له لو من اللي حنكر هتي كورا عرور بأوبا هنتاي هتي عرور أوبا هتو مركا إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنهد هدا ولي ويدي ستكور أوليد بأوبا واقطي أنبياء بأوله واقتي ملائكة بأوله واقتي شركه إلهي ماذا عاودينه إلهي سبحانه وتعالى قير كيسا عاوده إلهي قير كيسا نينك عاودنا جنة مقال وردتك وحالقتك إلهي إلهي عاوده وردي أدوية ياكو كان أدوية إلهي ياكو كان هو على شدكو برباري أرلدي بوكو كاني كتاب بوكو سودجي نبي بوكو صادري أني عاود بيهم حال عاود الآن وحا إلهي لا عاود لا محيه وردتك إلهي كله هل عاوده وإلهي كله هل لقاء مرقاته وإنت كله هل جيجي الله طاقود منك أحيو منتق إلهي بوشري يعني. قوز كبير كوز كل دعا كتاب إلهي لغو حكمه هذه كتاب إلهي وحانهين لغو حكمه قفك إلهي موسى عاود قفك ها إلهي موسى عاود إلهي كله إلا عاوده مالك إلهي سبحانه وتعالى وحين ننك إلهي وحلو ذاديه فقد حرم الله عليه الجنة جنة واقع حرام لأن الجنة هي إسكالة جنة إلهي با إسكالة إلهينا الدنيا كو عابد وإيسو وإلهي قير كيسا عاودو إلهي قير كيسا وندرتو إلهي قير كيسا بريدو إلهي قير كيسا وحوش أصم إيسو جنة إلهي أقل سيكو قال جنة إلهي جنة إلهي قير ميزد جنة إلهي موحد كاقلة ذاتك إلهي سبحانه وتعالى وح أخلصه إلهي وح قارو غد يبكلي باقلة عدك لمن قشو آيات كرى رب سبحانه وتعالى وحكره ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ننك إلهي سبحانه وتعالى وحلو ذاجيو ننك ولمي لمد فب ولي ولمي ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ها
لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إلهي سبحانه وتعالى وحليه النبي محمد وحان ولقد أوحي إليك علي وحان كو وحيون وإلى الذين من قبلك كو علي كاهو الرئيون عن بيده محال وحيد إلهي كلين لعاوده لئن أشركت لا يحبطن عمله حتى أني وحي لو ذا جسو أني وحي ودرته عمل كاذب وبوري عدك الصو إلهي سبحانه وتعالى وحي لها عدك لا ودرته قفك عمل كاذب وبوري ولا تكونن من الخاسرين ضدك خسارين بونا كمين نقوم ضدك خسارين إلهي وحي قو أنفسكم وأهليكم نارا آياتك ربي سبحانه وتعالى وحي كليه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وإلهي سبحانه وتعالى كل جيس عاود وحن كرونا نسكحر وكن من الشاكرين نقول كو إلهي كو شكريا لا إن شكرتم هاي لأزيدنكم إلهي سبحانه وتعالى مسلم بخاري سوينا أو شكرنا ما إلهي كتاب سودجي سوينا أو شكرنا ما إلهي نبي محمد ما صدي سوينا أو شكرنا ما قرمين شكرنا ما إلهي سبحانه وتعالى بالنعمات عليك كو قال دي بقول الله بعواطر عقلي أن كبر ركبا فيه يا كسي عقلنا أن عدي ناكسيس ما أضيع لا كسي من من ولا كسي كلا حاشا إسلامي من إيمان كنت يا كسر قلت مهو يا كوسر قطعي ما أبا كوسر قطعي ما إله يا كسي كتاب كان قيمة بين يا كوسر دجي الله كوسر دجي نبي كان قيمة بين يا كوسر دير الله كوسر دير محله سبحان إنها قيمة ضفر إنها لقسي ما قال كل قسي وحنا ربنا ونعم حنا ربنا نعم هذا يعني كشوفنا إلهي سبحانه وتعالى مركب حلي إسكتاي إن أنا وحلي لو ذا جيه وكم من الشاكرين شكر أنت ما أنت ولا لا إلهي سبحانه وتعالى نعمته ينقر إن أنا كشوفنا وحنا بنشجعنا هنا ورحت وح إلهي ينقر ما كشوفنا فرب بدنا يا قفك مركب حنا مصدق حوال الله يا قفته مركب أبو فهم النعمة وقبل وهذا النعمة ما نفهم نعمة الإيمان ولا مركو إلهي إنه إيمان كسي أو مسلم أو كادي ولا مركو فير الله تشهد نبى ما أنت جريوني نفتي بكتك مسايد كمال كين مسلمين تضم بود عين الله مغفر لحينا وميتنا تعالى الوضع من نم ما أنت حطول أنت مركي نفتك كسي بحنا أربع عنيسة وقالك إيمان كواحد قيم بنوي ساسا في سنة إنه ما جاء نبي حكول صلى الله عليه وسلم نبى النبي هو ماضي markaas wuxuu ku jiraa abahay gaaw xiraabada naarta ku jira su'aalu weydii adii hadii shaqeynta damaan karaan inay wuxuu ku jiraa sallallahu alayhi wasallam ayu qabri oo gaal oo mushri oo dhinto soo marta naar ugu bishaare waxa jira naar Allah ku sii gali oo fiirso hadii qabri soo marta gaal naar Ilaahu naar ku sii fuuro dhe muslim kan u fiirso marka la ziyarto waa loo duciyaa soo kala ma qayin badna iimaanka intee kaash إيمانك يا كسي إلهي سبحانه وتعالى إني سيسو سو إن إلهي اللغو مهديما سو إلهي اللغو مهديما كتاب كان فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حر يقضاد بباطل كقل مالا إلهي يسود جي محان نار كلامه فالعذي كتاب كقيم بضا ما هيسا عدد با الله حقون تغي أو ديمقراطية الله حقون تغي أو باطل با الله حقون تغي وكان محال قنعي كان وحوس كان نقضي wax arurta yar yar loo diro oo fiirsade guriga wax arki hooyada quraan waxba kama taqaano aabahaana quraan kama yaqaan labadooda ma bartaan cunug yar u diraan wuxuu noqday wax ciyaalka loo diro maskax soo bar waadi ma baratid wax fiican soo ma fiicna quraanka sa wax fiican ma aha hadii hooyada ma taqaanida baro horta aab adiga ma baratid aqtooda wax weyn kama maxay arurta baa loo diraa duu fiican yahay asaga baran laha wuxuu noqday wax arurta loo fiijiyo kac soo barta wax la buun kada bas marka la xanuunsadana wadaad la soo dhig shaqo xanuun baa hayaay isbitaaladina waan soo maray wax fiican way u sheegay in habeenaan ma saaxdee balka alquraan isaara iyo gabar baan guursanay kaadi meeriya inta irmaan saga yara ka soo hartay kitaabka ilaahay dhanaanteeda ugu dambeysay yaa barta had yaa wax ku fala yaa raba yaa u khidmaya yaa garab istaaga mayo إلهي سبحانه وتعالى أن نعمده ونقدر إنه بشكره قدرك كلا إلهي سبحانه وتعالى وحليه ننك إلهي وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان إلهي حكم وأمري أصدى سبحانه وتعالى كل جيس إلا عاوده
شركي ومركا الله وقيم سماه شرك شرك الأكبر بالي هذا شركنا شرك الأصغر بالي هذا شركي أكبر كنينك كدعه أما قبر ووحو دونته أما النبي ووحو دونته أما عيد كلاك قعناه وتالته شركي أكبر كنينك كدعه كو هرت إسلام كواك بحل لو عمل كسمينا لأنه كبير سدح نارتن وكواري هدو سدح كلنت عمل ك عمل كيسو دمواكك أما شركي أصغر ك هدو قفك كدعه عمل كيسو دمبوريو ما جو كقالو كبوريا لمن الله قيب يا عمل كا أصغر كو شركي أصغر كو شرك الألفاظ إيو شرك الأفعال با الله قيب يا شرك شرك الألفاظ با ليره هذا شركنا شرك الأفعال با ليره هذا شرك الألفاظ وحاوي إلهي قير كسينا كو دارت أوو قيان كو دارتي حو قيان كو دارتي حريهي قيان كو دارتي حرم كان كو دارتي كمبان كو دارتي يعني إلهي قيل في سنة كدارة دارتها وشرك الألفاظ وشرك الأصغر وشرك الألفاظ شرك الأفعال باجرة شرك الأفعال شمحية وقراسيها اللي حرته حرسيها اللي حرته حركها اللي سكسوها محوقة اللي حرته كوة اللقطة قبلها بقمها اللي حرته كوة انت اللي حرته وحها صوتاً إذي وحها اللي أغري اللي حرته عافي ما نقفك وكرادين كل شرك الألفاظ باليرة شرك الأفعال باليرة ده شركي أمرك وحن وي قدمك كوبان النبي صلى الله عليه وسلم حول أبو ذرو إلهي سبحانه وتعالى وحل وداجين إن حرق أو قطع حديث كان نبي حكولي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وحن إني وحب سبضانها وشركي جيا وحال النبي إلهي شركي أصغر كم حوليها نبي حول الرياء ويستطس ها تتكا استطس إيسا علمي ما حاو برانيسا الله واشيخ خويل هل يقولون نكال نقتروا أصل كاو برانيسا وحيوها علمي إن يدتك كوا أمانا وقضب شرك أصغر بالينا صدقاء بحينيسا ما حاو بحينيسا إن يقولون نكوا نين ديقسي وما إن شاء الله يبال محول العق بحيا جهاد باق قليسا ما حاو قليسا إن يقولون والله نكا نين قيس وإن صول لأحد ما نكا ميجو قلوا ويقلنسا شركة محلها الشرك الأصغر بين وحول كاسة يعني قبر كاسة يعني قبر تامرك وشرك نبي صلى الله عليه وسلم عليه وين وجدي شركة مرك وحكمنا من حلف بقيلة فقد أشرك وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم نينك إلهي قيل كيس كل عرته نينك واجعله بي شرك نبو كل عي حديث سنة كيس نواصحه شركة مرك الشرك الأصغر بالي هذا قلبك ووصيتي كواد النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر ودردارني ابو ذر ودر وصي الله بقى النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر وحكير ابو ذر وصلاه مكتوبه لها كتين صلاه واجبك ادي ولي بهوشا وقستيس نينك صلاه كتبه متعمدا وغتبه نينك اله سبحانه وتعالى اكتيس وحب لنا وطال ملان وحب لنا وطال ملان صلاة الله وركن الجلابات من أركان الإسلام صم ركن الجلابات عبادة كلا مرك الواجب جل يسوع منحه الكوجو أما صلاة النبي مرك الواجب جل والله قادة نبي كما قال لك قادة بيت المقدس بالك جي حتى نقر بالاسي قادة فوق سبع سماوات بكر لك من يهلك سلم سوى جل صلاة النبي هو قتير وعد صلاة نك أن تكون المسلم معه صلاة نين كان تكني المسلم معه نين كان صلاة تكني قبل تكني مقبي كرو قبل دوي تكتا نين كلا مت تكدو نين كا حا ينفسق وفسق ما يا واكل تجاي صويت اصغر مسلم معه نين كي با تكدا قبل ما تكتو نين كا حا ما اسع يا سغن نين كا ان صلاة تكني هطول انت مساجد كلا كين ما هي او صلاة جنازه لو تكن ما هي أو قبور المسلمين تلو عاصمة هيو صوبي المسلمين كسلاتكن صلاة عمر كالله تجو سعيار عيار الله تجو هوش هال أقول يا إمام صلاة دنا هالمانتو وباب كذا لا صلاة عن كسر أقول تجي ماي أرين توحيد صلاة مكتوبة لها كتجين نينك كتجنا واحد بالله ما إلهي أكتسو يا الله هل كم حنك قادن قف كهدو صلاة تكذو سير الله وترجلنا وتكذو إلهي أكتسو بالله وتعالى إلهي أكتسب بلانا أطالة سيرو إلهي أكتسب بلانا أنكولنا
ballanta maxay hawshi noola dira markaan ka soo baxno inaan ballan iyo xaq leenahay nabigu sal alayhi wasalam nin saxaabi maalin riti la saarnaa ama dameer wuxuu la saarnaaba nabi markaa su-aal weyi sal alayhi wasalam mucaad ibna jabal yaa mucaadow wuxuu yihi maa xaqullaahi cala alcibaadi wamaa xaqu lcibaadi cala allah wuxuu yihi su-aal baan ku weydini xaqa ilaahay uu leeyahay addoommaha ilaahay uu ku leeyahay ii sheeg xaqa addoommaha ay leeyihiin oo ilaahay ay ku leeyihiin waa xaqu tafadul walixsaani ii sheeg buy wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisa garan hawsha aniga ma aqaano nabi wuxuu sal alayh wasalam xaqullaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an xaqaa ilaahay baa iskale xaqaa ilaahay cid kale yaan laga siinin qabiila yaan laga siinin waddan yaan laga siinin owliye yaan laga siinin marag yaan laga siinin nabi yaan laga siinin sheekh yaan laga siinin shaydaan yaan laga siinin xaqaa ilaahay baa iskale wuxuu yihi xaqa ilaahay uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay caabudaan waa ilaahay waxba la wadaajin xaqaa yaa iskale ilaahay baa iskale wuxuu yihi xaqa addoommaha ay leeyihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku leeyihin ilaahay xaq laguma yeeshee waa xaqu tafadul walixsaan ilaahay saa isku waajibeele ilaahay inuusan cadaab gelinin nimaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba la wadaajinin ninkaan ilaahay waxba la wadaajinin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu janno geliyo oo naar uusan gelin subanaha noo sheegay sal alayh wasalam mucaad uu yaabay wuxuu nabi ilaahay hawsha day si aa tahay afalaa ubashiru naas dadka maanu bishaareeyo waba bishaare haddii ilaahay keli la caabudo soo xaq lama yelnaayo soo janno lama gelaayo haa intaa keli miyaa la rabaa ilaahay keli inaan caawino bas wixii kale o dhan aan iska xirna haa soo janno kuma gelin wuxuu waan bishaarayni waan qaylin dadki baan u sheegay dadka hawshaa ka faa'idaystaan hawshaasaa caddayn nabi wuxuu sal alayh wasalam laa tubashirhum joog ha u bishaarayn maxaa fayatakilu way is dhigan doonaane nin walba wuxuu dhihi doonaa muwaxid baana jannadaa geli yaan geliya ha la tartamee tartanka ma xumee ha la kala badiyee hawsha jooji saasaa tartanaa lagu jiraa aakhara marka la tagay dadka isku darajamaha sheekh suuratu lwaaqica akhriya asxaabu lyamiini maa asxaabu lyamiin waasxaabu shimaali maa asxaabu shimaal wasaabiquuna saabiquun ulaa'ika almuqarabuun aawey dadka isku darajamaha fa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat dadkan cibaadaysan isku darajamaha xagga marka laga tagay isku darajamaha saasuu bal subanaha inuu caday sal alayh wasalam aakhare marka la tago oo hawsha meel adag ay marayso oo raxda dhalada la keeno oo nin walba dhididkiisa uu laqo dhididka adiga kaa baxaa ku laqi oo bishimaha kuu gaari oo la gubto oo ummaddi saa iskugu da wareegayso dad baa maalintaa loo hareen mashaqadaa maba haysataba ayaga dhibka ayaga maba haystaba xanuunka ayaga ma haysto khoofka ayaga ma haysto maxay haysaa way barwaaqaysayn carshiga raxmaan baa loo hareen hayaa sabcatun yudilluhum ullahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu wey u fiirso maxay ku muteen qolada waxay ku muteen ilaahay bay si dhab iskugu dhiibeen u fiirso casharatu lmubashiriin rag toban nin baa hal mar janno loogu bishaareeyey waxay abubakar fi ljanna wa cumar fi ljanna wa cuhmaan fi ljanna wa cali fi ljanna zubayr fi ljanna dalxa fi ljanna sacad fi ljanna saciid fi ljanna abu cubayd bn jaraax fi ljanna fi ljanna fi ljanna loo tawqiyey waxaa tawqiicima garan waa suubanaa sal alayh wasalam hal meel ayakoo taama xaa jannadaa gelaysiin inta kaloo loo bishaareyna ha sheegin maxay ku muteen waxay ku muteen kitaabkan ay qabsadeen nebi maxamed sal alla alayh wasalam bay toos u raaceen wey bishaaradaa nin walba way ku taalla haddii laga helo hawshaas u fiirso jannaaba loogu bishaareeyey ma dhibbaa agtooda yaallaa suubanaha u bishaareeyey hawshaa si dhab inaan u qaadanow wamaa yadiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa saxaabada saasaa waxay dhihi jireen gabadhaa madow waa ehelu janna ninka raba qof ehelu janna inuu arko gabadhaa ha fiiriyo maxaa suubanaha wuxuu yihi gabadha ehelu janna wey maxay gabadhaa janno ku mudatay waxay janno ku mudatay ilaahay subxaanahu wa tacaala bay si dhab u caabuday sheekh janno ma doonaynaa ma rabnaa ilaahay dhabbaanu caabudno reer magaalnimada kaa socon mayso afmiinshaarnimada kaa socon mayso sheegashada kaa socon mayso xaqiiqadaa la rabaa ilaahay inaan si dhab u caawino saasaan janno ku helayna ilaa ku heli mayna janno aniga guri weyn baa ii dhisan afar islaana dhacayay ka degan yihiin caruur fara badanna waan qabaa reerkan anigaa hogaamiyaa accountiga lacagaa ii buuxdaa warkaygaa adduunyada socotaa janno laguma gala janno waxaa lagu galaa ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xirmo si dhab loogu xirmo
عبادة مركا إلهي با إسكاله وحيرا مركا حق وحان كو يالما وحيرا حق أدوما إليه وحاوي إلهي سبحانه وتعالى إني عاوداه أو إلهي عبادة إدكال عن الله داري صلاة مركا عبادة كميتة صن صلاة عبادة كميتة ولو ربني قال الله توحيد كمركا لغسو قدبه ربني قال الله صلاة دوي صلاة دينا نمان تمحي نقط ولا تكون هذا إسكتك أبك سوكار وصلاة دينا صلاة أبك سوكار مع الصحراء صلاة اللي تكون الله هو صلاة أبك سوكار أبك سوكار محل الله ولا أدي هو يو تكني وعرك تأبو تكني وعرك تدك تكني وعرك صلاة بالله سوق بسطي هذه الركوع ولا ركوع لا هذه اللي استعان ولا استعتا هذه اللي فريسان ولا فريس صلاة هذا أبك سوكار وحم علينا أقول هذا أصلا ملحم ولا فاتح هذا الشيء يقول هن ولا تحيالا شيخ بمره هذه صلاة هذا صلاة العذر وحكم جري صلاة هذا إنه صن وحبت كتير صبنا صلى الله عليه وسلم مسايد كيسا نين سوكر وسحاب يوفر صن نبيك مسايد كل حفل يا نيك مركز الله بركة عدو تكذي مركو تكذو صبنا هو ماد حلا السلام عليكم يا رسول الله نو حلو عليكم السلام ارجع فصلي في إنك لم تصلي والوحيالي سلامت وان كان رديه ما لم تكن حلو كعزوتكم سلام ما لن تكون كعسوت كم نك ونقض وسوت كذي أنت وجودي بحين كري الدلال ببحيي هذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي سلام تكردي وحرج ارجع فصلي في إنك لم تصلي ورما لن تكون كعسوت كم سد حجرني النبي مكوا نك كعل نك وتكن نبي حري ما لن تكن يا حري فعلمني بر نبي الله نوح كلام ما أقانا بر صوبناها بر صلى الله عليه وسلم أفر نبي حري صلوا كما رأيتموني أصلي تكن سيدا عرتين أنا يقول تكن هي سيدا مو تكن عنك أصلاً بعد صلاة يا شيخ نوع صلاة الشيخ مو ولا نهي سل قريجن سعيد كان نين كان يسوى إنجنير وأنا شقلا صوب برتن نيم عن إنجنير أنا طول ده قري وأنا سمعت بابين صم نيم عن دروا له الستيرين كدي لدي يوم حكم في ليس نيم عن صلاة صوب برينا طول ده صلاة أن تكن حول ميجاي نما بابور أقينا بابور رودي مقالد وبابين صار نك نما إنجنيير هنا وقولوا دي سكنا وقولوا دي سريرة كوكو سودي مزون صلاة أساسا ما كك أقينا قرآن جاي صلاة تاجن ما حاله صلاة شروط بيلاد هاي أركان بيلاد هاي مبطلات بيلاد هاي وح ما كه هاي ساشيقه ما هي صلاة وانك سو كنا وان تكنا نين سلف كوا نين وحار كتكن مركز حول ما قاسنا تكنيس وحول عفرت سلام تكنيس وحكم جل صلاة هذا تكنيس صلاة تكنيس وحبك مجل شيخ مجل إسكت كماها الدنيا ذنك الرواتب نقش قيس مثلا محاربة الجناس إن عقش أنت قبل لا بيسا حال هذا الجناس إن عقران رواي أرت حساب تام برا حسابنا برا توي رأيت حق صوب قاضني إيه واحد كوي بنا برا توي لبا قدر قارتو أنا عن كل دكتور لبا حتى خبرة أول شقيسين جرا رادن ونيه الجناس بعد رواي بالإتمام حقال عقب هاي ساي محنجلا مدار بانكو سوقتا مراشين بانكو جلا محولان كو جلا مدول بانجليا بل إتلمان تلمان تامر كاقات كنا بعد قاجن صلاة نيدا عن تلمان لهن حي ورشاق وبربع أنجن صلاة مع الصحيح صلاة العادة أصلا مع الصحضة صلاة مر كاينا نسكيها جا جنو نصوص صحي عدين إيسا قفك التوحيد كيسا مركو صح النقضة صلاة دي سنة أي ساعة نقطة جنة دي نقل أو حتى الزكاة إيو حاجك إيو صان كاتوها الله صلاة دي سنة دي ألغو كبير مع السلام الجنة كريسة إلا صلاة دي كاه الله ذكا كعو صلاة دي شرع إغنى وحيتها وصلاة دي شاق ولاد شاق ولاد ورشاق وبربات ورهولها كلاوان برناي هولها كلاوان برناي ما صلاة دي برن وين وحركي سأل إحتنجير قوان بارا وان ليان كولا توشن كولا حجر ها سيوى حلقة عن رباينا مبارته فاتحة دا مباران كارو حكري فاتحة دا بحلوص عرب كيقا عدكالي يا كوشا قنو عدكالي وعرب كالي انجريس كي سوى حلقة وما عدكي سورة الفاتحة وكو عدك ها عرب كم الله بكره انجريس او الله بانجريس كاو كالي فاتحة دا بسي الله آخرين كتوصل هم شاب الوفيس صلاة نوتكن أنت نكاه صلاة كمان تقيسه حتى عن فرصة هاي سنة صلاة هذا عندك سحنا وين علوم هذا الله توري فات هذا الشيخ ويقصه الحمد لله تقصيها هنا عن تجنوه
soomaali waxay tiraa waxaa qarsatahe wuu ku qarsadaa salaad xumo haddaad qarsato way un ku qarsanaa dhowna xaggaatay ilaahay salaad uu kaa rabaa maxaa ilaahay kitaab buu soo dejiyey nabina wuu soo diray culummadina way joogeen adi haddaadan badan yaa ku cudurdaari salaada in la hagaajiyo wey salaada salaatu sharci wey oo sida loo atixiyaa sida aa barato maxaale horta waajibka inaa barato salaada haddii aa barato salaada waa salaad sharci haddii salaada aa baran waysa oo aa tukata salaataa salaad caada wey waxba kama jiro wuxuu yihi markaa niyahow salaada ha ka tegin ninka salaada ka tag waxba maaju ma yaalo culo markaa waxaa leeyihi ama kuliya ha ka tago ambakeeda ha ka tago ama si xun ha u tukado salaada haddaaba sidaa u tukanin salaad maaj kuma taallo salluu kamaa ra'aytumuni usallii baa kuu taallaa tukada sidaa aragteen anigoo u tukan subanaha sal alayhi wasalam markuu adduunyada ka tegay labuu dardaarmay nabiga muxuu dardaarmay asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum war salaada salaada ufiir subana salaad u dardaarmay asalaa asalaa war salaada salaad wiil war wuxuu yihi abubakar amra dadka salaada ha tukiyee war salaada ma tukateen nabigeysa kama la bixiyey ma la soomay midna muusan weydiin war wuxuu yihi salaadii ma la tukada markaasi maya nabiga ilaahay adaa lagu sugayaa wuxuu yihi maruu abaabakar falyusalli bisalaa war abubakar salaada ha tukiyee abubakar amra nabiga salaad waa dardaaday nabiga kurba markay ku timaad wuxuu dhihi jiray yaa bilaal arixnaa bisalaa war bilaalow salaada nagu raaca waa salaadaan ka figayn anaga carar quman baan ka nahay salaadaan iska soo ridi baa le sug maxaa soo ridaysa waxaa soo duuray muxuu maxaa ku saara sheekada meel fiican mar haysa waxaa leeyay sheekada halkana noo joogto salaadi waa la adimee waan iska soo ridi waan soo tuuri macnaha sheekada way macaantahe agteenna salaada wax weynba kamaba ahabo khushuuc ma lahan qabow ma lahan nabina wuxuu leeyaha bilaal arixnaa bisalaa bilaalow salaada nagu raaxay annakana tobankan daqiiqa ama toddobaan daqiiqo aan ku jirno ka'annahu annakoo xabis ku jirno dadka qaar asalaamu calaykum mar way sii boodayen kabeeba gacantu sheeh waaba sii ordayaanba salaada hadda inaan iska saxno wey nimaan salaada saxen xagga waxba uma yaallo xagga he waxba u yaallo nabigu sal alayhi wasalam xadiis wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommaha shan salaadood ku waajib yeelay ninkii salaadaha la umaado salaadaha aan dayacin aan fududaysane ninka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan u qaaday an yudkiluhu aljanna jannad inuu geliyo waa ballan ballantaa ilaahay baa qaaday suubanahayna soo gaadhsiiyey arrintaa nabiguna soo gaadhsiiyey odayaal ma soo dirin la soco niman madaxna ma sheegin khaaliqaa jibriil usoo dhiibay jibriilan nabi maxamed uu sheegay waa silsila dahabiya waa nabi maxamed iyo jibriil iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala silsila dahabiya la yidhaha loo leexan maya ina shaki yuusan kaa gelin haddaan salaadaha sida loogu talagalay u tukanno ilaahay ballan buu inoo qaaday janno inuu na geliyo xadiiska nabiga soo sida wuxuu sal alayhi wasalam ninka salaadaha sidooda aan la umaanin falaysa lahu cinda allaahi axadun ilaahay agtiisa wax ballan oo ninkaa u taallamal in shaaa calayhi cadabahu in shaaa kafara lah ilaahay hadduu dhaafana cadaabu damsin ilaahay hadduu subxaanahu wa tacaala rabana uu dhaafo salaada markaa suubanaha sal alayhi wasalam salaada waa ka dardaarmay markaa wuxuu yihi salaada ka tegi salaada markaa waa cimaadu diin waa tiirka diinta wey masaajidkan hadda tiirarkan buu ku taagan haddii tiirarkan masaajidka laga baxay uu soo dumiso salaada markaa waa diinta tiirkeeda wey ninka joojiyo aqaama diin wey diintii wuu joojiyo ninkii salaada layacan hee faqad dayaca diin wey diintaadi waa layacday waxbana gacan kuma haysa addoommaha waxa ugu horreeya lagu waajibaa cibaadaadka maxay asalaada wey wa awalu maa yuxaasibu alcabdu min alacmaali asalaa wey waxa ugu horreeya cibaadada xaggeeda towxiidka marka lasoo dhaafo cibaadada waxa ugu horreeya la waajibaya waa salaa zakada iyo soonka iyo xajkii way dambeeyeen salaadaa u horreysa waxa ugu horreeya oo qofka la xisaabi doono maalinta aakharana waa salaa haddii salaadaa qofkay u asaxda marka la xisaabo khayr iyo barwaaqo wey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanay qolada salaada xifdiyaan wuu ammaanay wuxuuna ilaahay u ballan qaaday jannada jannada jannooyinka jannada ugu sarraysa inuu geliyo waladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun ulaa'ika hum ulwaarithuun aladiina yarithuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanay kuwa salaadaha xifdiyaan salaadahe kuwa xifdiyaan waqtigooda bay xifdiyaan
way sidii bay xifdiyaan si fiican bay u tukadaan. Ilaahay waa ammaane. Ilaahay wuxuu yidhi qoladaa waarisiin way kuwa wax dhaxlaan way talo maxay dhaxleen alladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun. Jannada firdowsa la yidhaaha qoladaa dhaxa loo siiya. Ninka markuu dhinto xoolihiisa yaa dhaxlaa, caruurtiisaa dhaxashaasoo qolada dhaxal baa la siin, war qaymo badan dhaxal ka siin. Jana lijanaati firdowsa la siin waa acla aljanna, jannoy midda ugu sarraysa wey wawsut aljanna. Jannaati alfirdowsa qoladaa ballanqaad loo siin. Oo waxaan raadinayso jannaati alfirdowsa ma waxaan raadinayna hadda halkan u fadhino hawlahayni maan ka soo tagnay kuleelkan aan fadhina maxaan raadinayna jannaati alfirdowsa raadinayna. Shan salaadada maalintii tukan oo shan salaad maxaa u tukan jannaati alfirdowsa ku raadinaysa. Hawsha hawl kale aysan kaa noqonin. Cilmigaa baran waxaa baran jannaati alfirdowsa lagu raadin. Markaa khayrkii wanaagsan ee jannaati alfirdowsa ku raadin. Ninka si kale ku raadiya qatar way sheekh Siraal hawshaas. Haddaa cilmigaa baran iyo sadaqada la bixiy iyo khayrkaa samayni haddaa leeda cid kale ha kugu ammaanta ka kacway ammaanadaa u iskeeli doontaa sheekh. Adiga waxaada ikhlaas ha noqdo. Sadaqaa bixisay nin sadaqa bixin badan baa noqotay. Masaakiinta u gargaartay, madaaristii baa dhistay, masaajidka wax ku bixisay, qaraabadii baa xariirisay. Ilaahay daraysa kaana ammaantiina waa helaysaa degu waa lagu ammaan ninka khayr badan adiga ikhlaas kaana ammaan soo ma rabtid taasa ka shakin waa lagu ammaani. Cilmigii baa baratay maxaa u baratay ilaahay daraadiisaa u baratay cid kale umaadan barana dadkii baa bartay ammaanta waa iska helaysaa waa ninkaa khayr badana waa ninkaa waa nin qaari waa ninkaa iyadaaba ammaanta iska umaani adiga hawshan kale ka daa. saasaa subana wuxuu meesha sal alay wasalam saddexda qof oo naarta ugu kulma taqaanaa waa nin qaari oo qur-aanka kor ka yaqaana cilmigiina ku darsaday. Kow waa nin sadaqa la baxo waa nin mujaahid saddexa nin baa naarta ugu kulmi nabi sal alay wasalam. Oo maxaa ku dhacay waaba saddexda ugu fiicnaada ninkii diinta yaqaanaa lasoo joojin. Ilaahay wuxuu leeyay bal warab culimaka waxa leeyay markii la leeyahay qur-aanka ninka yaqaana qur-aanka macal macnihiisi wey cilmi oo dhan baa soo gelin. Ilaahay ilaahu cilmigii waan bartay ummaddiina waan baray si fiican baan u baray. Ilaahay wuxuu leeyay waa runta cilmigii dadka waa bartay adigana waa baratay. Ilaa waxaa u baratay in lagu dhaho fuwal qaari wey ninkan waa qaari ninkan waa xaafid ninkan waa mujawid intina waa lagu dhahay. Ilaahay wuxuu leeyay qaaday naarta ku tuura naarta he ku tuura naartaa dam la siin. Maxaa cilmigii ninkan uu bartay iyo qur-aankii ninkan uu bartay wuxuu u bartay taraawixiinu dadka tukiyo hala hebel masaajidka hebel aan kusoo tukan inaa ku luuqa luuqaysa qur-aankii bas maya waxaan ilaahay daraad sugan waxaan kale imaan doonaa. Ninka xoolaha sadaqada bixin jiraa la qaban bal waran wuxuu leeyay ilaah waxaan ka soo taga male waxoo dhan waan sadaqay. Ilaahay wuxuu leeyay waa runtaada waxa xoolaha u bixisay in haa lagu yidho ninkan waa nin deeqse. Ilaahay wuxuu leeyay qaadee naarta ku tuura kii mujaahidka aha oo aakaha iyo madaaficda sida loogu waday madaxa burburay oo dhiig badan baa lasoo joojiyey warar. Ilaahay wuxuu leeyay waxa ugu yaala soomaali waxa ugu yaala diintaadaan u dagaalo safka horaan gale. Ilaahay wuxuu leeyay beenaadaatay waa dagaashay laa maxaa u dagaashay hebel waa in lagu yidhi nin geesi wey qabta naarta ku tuura la dhihi naartee ku tuur ayaa la dhihi. Camalka markaa aan samaynayna waa inuu noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiisa. Ilaahay wuxuu caayay qolada salaada ku ciyaaraan weysadeeday ku ciyaaraan rukuucadeeday ku ciyaaraan qiradeeday ku ciyaaraan maba tukadaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay faqalafa min bacdi khalfun adaacu salaata watabacu shahwaata fasawfa yalqawna qaya fawaylu lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakum min almusalliin. Ilaahay wuxuu leeyay faqalafa min bacdi khalfun dadkii wanaagsanaa gadaashooda waxaa dimireen kuwa khuluufe khuluufa kuwa kheyr laaba e wax kheyr la yidhahda agtooda ma ahan o maxay ku muteen adaacu salaa salaadii way dayaceen salaadii awqaadeedii way dayaceen waa dadka kuwa ugu kheyr daran way khuluufa la yidhahdaa. Shahwaadkana way iska raaceenoo adduunyadii bay malafsadeen wixii adduunye ku saabsan bay daba kaceen. Salaad iyadoo la adimi jartay uga tagaan salaadoo la aqimi fadhiyahay uga tagaan waxaa la sheegay waqtiyaha doorashada sia kulle lii soo naqliy maalmaha doorashada loo fadhiyo salaad lama tukado maalmaha la barsayn oo ninka maalmaha la sharxanyo la saaran yahay meed uu joogo
أسرعهم بال عندها الجتاجة صلاة ده ما يصلاة مجد ومسلمين أتذكر كم مرة وحل شيء كوك قال ده وخد بيس كارثة صلاة كتاج حرام يا حس صلاة ده مركل اللي قال شخص هو اللي توجين والحالي أو متك خد بين صوم مسلم ما عسك نعيا عسك متك خد بين هاي وده هاي اللي جت تاجين صلاة لك مرة ومية عسك ملقا كور قال مسلم معنا صلاة متو كناي صلاة حق عن سيدي كامس عن يسر وأكو إلهي نوشي فخلف من بعده خلف أضاء الصلاة واتبع شوات فسوف يلقون قيا إلى يحول التك قي اللي يرى الغطور هل كاسا لقل هل كا يا لقل آيات كرب سبحانه وتعالى وحوك إلهي ليهي قالوا لها النار تسقرا لقل لا تبقي ولا تذهر لواحة للبشر عليها 19 حرق يكدي ريسا وين جمينا يسا وين حيكون متين صلاة الآن بيكون متين مكة قدرك وقدرك لبعض والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر أدر دارب وصية سيد حال نوحي صلى الله عليه وسلم ولا تشربن الخمر خمرها أبد فإنها مفتاح كل شر شرك استافري سوى خمر وحول أبو ذر وخمرها أبد خمر محلي لهذا خمر وحل إذا ما خمر العقل وحل عقل الدوري ومن دوري وخمره أما بيها هذا أو لعب أما جيد لعنها هذا وح الله يوحي مانك الدوري وخمره وها وخمره علمك الحين عقل يبدي الشاه إلا قفك وكن غض سقي حوله سواء سقي حوله سكون ذي نغض حال بهش وعبي وسكرامي مسكح لباسين نقطي سقي حوله واسكسي ساسا وحلين لا يفرقوا مكة لقينا كرئيسلانتي سي غير كذا ولا زوجتي وأمه ولا خالتي وعمتي مرها طومر قامع بسوي هو ينسي إسلانتي سمكة ليقانا حبر يرسي سيئددي سمكة ليقانا لأنه وحولوك الوحوك لقران ملاح وحوك لقران ملاح نبي نبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر فمن شربها وقع على أمه وخالته وعمته حديثك وحسن نبي صلى الله عليه وسلم بحش خمر هذا اللي يروه فواحش صدم به هو يتعب زنا ذا خمر ذا هو يوه قتل ذا خمر ذا هو يوه حمت ذا خمر ذا هو يوه خبا ذا خمر ذا هو يوه قبلي ذا خمر ذا هو يوه ودليل ذا خمر ذا علم وحى صدم خمر ذا هو يوه إذا وبه يدي الشر نوحور أكبر الكبائر دنبيها كوه هو يوه خمر ذا نوحور إنك عبد وحقوده على أمي هويز حتى هويز ما داينا حبر يرتيس إيه دديس وحو داينا ما لها نكت وقم رعب ساسا وحالا قصة الله بشاقة عثمان بن عفان يا وحولي إيستنوا الخمرة ونيو خمرة كده إرادة فإنها أم الخبائث ودنبيها كوة وحنوي وحولي حاجة النو وناكسد وعبادة يسو ضدكبوا كده إرادة من كاسو مال اسككري وعبادة يسا إلهي سبحانه وتعالى وبرياء ناغ مركا ناغا حون كميدا يعني كده معدين هاي شرقال كوري دو وحمان وقصم ايو وحي اطيرت ادان ايدا ايلها ناغا دام حاتر شاقا اطيرا وحاترا وحان روائنا اي مرقاتي كعلا ضد باني ساي سنة هول باني سكو هاي سنة ادا نيواناك سنة انا نوصو حاضرتو او حان رونا مرقاتي دا قوم جوغا قاهات ادان تو اطيرا وحاترا شاقا والو يرهيا خير كمان تمحكمت باجرتا هول بالله كلا حكومة هيا هول شو عدالة يبقى هم تاي أدينا راح يقولوا قال لا يلا مرقاتي ده مرقاتي كعالة ربا نكنا ده جيران كبو يرت وصار راح الباب كقول يوم مركو صار قلبه أدان تن الباب يهرب بحري سي هو دو حريس وحريس كده هو حيو قيس بها الإسلام وده يسجايس وطالب على يابس سي وطال على يابس وحيث ترى مرقاتي كقوم يرين ما جن حد اسكو هاي سرتنا مله سد أحمدك وسد أحمدك كور رون مديان خمرضا أنا عبت وكو أنا جينا يقول هذا والله عنو جيرين هادش كلنا كنا على قصة حلو واحد نوع حري حتى لو بركر مجرو سد أحمدك كور رون مديان أنا جينا فائدة سوا فرصة عنو جندينا وكور كاتر خمرضا عبت سد أحمد مديان نينك دوهرة في الحلو شو خمرضا بكو فوض يجي إسلام هذا مجري كيف
وحوري مادي لا بقول انت وصعد تابولي مسوري لا بقول صميهن مركع صاقع تابولي مسوري كجاكم بقلن شام بقول كون شنو بيكودي مسكع لها مقال مقت هدي تكسيلة ما انتو ميلو كشاق يسالها يكون شنو قعند اللوغري نكن مودع محب مودع مقت سنة تنيدا سيسي جاكم بانسيك سيسي وكانا مكسي لقا جين ما نتا شام قال ليقا تحرين بسوي اسمع عن الله وانسان اسمع عن الله وحيدين وانسان سفي عن بيلك رير كمال باس كسارد كيران الله ما بقب سنة سو ما ندوري ما ماندوريه وي واه وماندوريه قاد كما قوت الاوليه ما نمن كان هين وا قوت الاوليه نمن دين اسلام ورك هيان ما دين اسلام ما اقانانو دين اسلام وان نمن شيطان ملك حرتي ان الشيطان لكم عدو فاتقدوه عدوا نك با ملك حرتي ما جاسو كو هيسان نمن كان ورك وما كان حق اسكري كما غار مكان مثال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث حكوري ثلاثة لا يدخلون الجنة سدح قلا جنة رب سبحانه وتعالى مقلعنا سدح ذو حاكم ذن مدمن الخمر قلا ذا خمر ذا ميرتو قمر ذا كشق قيسو يا جنة ذا مقلعنا كور رمى قال ذا تفيه إذا ودن كودا كسو قالان بأنك نوكينا يا قطعت واحد دي جستجو يهي بحل كنا بقارسو يا دي جستان إسلام كبا دي جستان ورخاض وحارا لغم انقنا عسان كرا لما نحني كرا لغمنا قال عسان كرو هذو نينك كو دوكا ورن شيقه وانا قاد معنا كو عروتنا قاد معنا اني اني وان كغن عصدا لعقتا سن با استعمالا حال عقتا حرام وسد على المعتال باب حيلتي فانما الاعمال هي بالنيات كان لبالو جنده غلين العاق لوالديه نينك لبدي سو والد عاص كو جنده ما غلو هو يا ابا مر هتا عاص كو نقطو شرعاده وحي اوغشان عاص اوغ نقطو جنه اسكو دان وليغا توكو حديث كان يقول صلى الله عليه وسلم سدح قف لا يقبل منه صرفا ولا عدلا سدح قف الله صلاه سنه كما اقبله صلاه واجبنا كما اقبله صوم سنه كما اقبله صوم واجب كما اقبله حج سنه كما اقبله حج واجب كما اقبله زكاه سنه كما اقبله من واجبنا كما اقبله ما قرب حاكمين عاقل لوالدي نك لبديس والد عاص كو جنه ما جلاي نكاس وليغا توكو وليغا صوم waxaa doonta sameen ayaka wax sharaacada ay ogoshay caasima ugu noqotay janna gaban meesid maanta talaw ya baari noqon doona daayir tamaan marka loo laabto daayir tamaan waxa afka laga gartay muuseeyga ma jooga iyo maamali guriga ku jirta bas aba iyo hooyo warka la soo xiray warka waa la soo xiray xogaha haduu xogowra ma baaqaan wax ay qaanaan malah gabadha hooyada ma taqaan wiilkana aabaha ma yaqaan hooyada abaa adoon bay iska noqdeen ba markaa way soo gariyeen hadana cambuurada ay kariyaan ba xoog looga qaataa dadii weysay waa 20 jir xoog ugu qaada gabadhan hooyada la ciftalama ma hadlay jeedey garab ku dhufatay jigada gashay jabaati kale isku ridan ma salaam marq noosi kare bay laad magaalada aan gaari hooyo marq fiican si kar magaalada raba inaan gaari odayga waxa laga yaabaa xoogaa in laga yar baqabo oo durarka la soo seexdo oo odaygii baa joogaa inaga dhaafin kan fooda iskeenayna habartiid warkeed horaan la wiilkan lama ba hadli kartaa habartan maxay sheegay u leeyahay idan waa tii dhaqaawo tiray ee canjeerada moos fiican gaaji maraq hadiiskana wuxuu ku yisaa calaahu sallam qafka khamrada cabo afartan salaado afartan maalin wax laga maqbo laa taqbalu salaado 40 yoom afartan bari salaad laga aqbali ma nimanka qaad ku xunaa laga yeeshay afartan salaad waa biliyo tanbari soo wax salaad oo laga aqbali ma laha kow nay wuxuu yahay in ma tawhiya fi badnihi hatuur inta soo calaash ay ugu jirtana ma ta tamaytatul jahiliyo noqon jahili ninku dhinto jiin laan buu noqon xadiiskana wuxuu ku yiri mudminul khamr khamrada ninka ka shaqeeyo qaso ka caabidul watan way nin sanan caabudu lamida ninka ilaahi ma caabudu saasu leey subana salawaatullahi wa salaamu alayk marka wasiyadii labaad saddexaad maxay noqotay khamrada waa miftaahu ha waqtiga la gaaray waxaan qodobka khamrada ku soo gabagabeen kama gaarnay qodobka khamrada nabiga dardaarkiisu xaakamade atiic waaliday labadaada waalid atiic haba ku amraano xoolaha doonina ay kooga baxdo haa ha ku amraano إلهي سبحانه وتعالى وحليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ها محاكدة ما يوبي الوالدين إحسانا هو يأبو وعين إحسان وصمي أن يشكر لي ولوالديك وإلي المصير إلهي وحليه أن يقول شكري لبدا دي والدنا كشكري والدين تدين أقود ميس والد تدين أقود ميسان
adi waalidkaadi war maqa haysaa, waalidkaadi dhintay weli wax ma u bixisay, waalidka hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay labada baarinimada wuu rabaa. Haye, waalidiinta dhinteen maxaa war laga haya? Yaa, ninka noogu deeqsisan noogu baarisan waa ninka 12 bilood markay kasoo wareegta neef ari u gowraci jiray. Haa, wuxuu ku leeyahay aabbahay bishuu dhintay bisheedaa la joogaa ee orgigan duq u joogaa. Bishii marka la gaaro gowraci wardi oo wadaadi u yeeri wuxuu leeyahay qur-aankana la akhriyo wardina la soo tuuro. Ninka caasi wey, waaba kiina ugu roonaa, kiina waa caasi baan caw, caasi isna cawi xarka gooy. Oo muxuu ku noqday? Misaal iyo tusaale aan ku siin. Adiga waalidkaadaa nool, xoolan Ilaahay buu ku siiyey. Markaasaa bisha Ramadaan waalidkaada aad aa u dhaqaalaysaa. Bil Ramadaan ba haddii la gaaro bas wey, raashinkii baa soo dhigi, daawadii baa soo dhigi, caanihii baa keeni, arad wixii bishaa tuqa si fiican baa u nooleen. Bishii Ramadaan baa laga baxay sanadka islaamka baa qaabay 12 bilood soo 11 bilood hataa ma soo salaamsan. Warduqi baa xanuunsana daawo ugad xilli Ramadaankan gaarno, Ramadaanka la gaaro. Warduqi raashinka wuu ka baxay Ramadaan koraan u dhigay la gaaray, waqtigii lama gaarin. Ninkaa ma baari baa mise waa caasi? Maxaa ka taray ninkaas? Caasi wey. Waxaan ku soo wadaa ninka 12 bilood hal mar soo xasuustay ka war. 12 bilood oo har mar duca yar gowraca wuxuu ku leeyahay duqan wardi u bixin rabo. Wardigaasaa bal isku haysaa, xalaal baa ma xaaraan baa wargiisa ii dambay. Culamaa qaar waxay leeyihiin hadduu qofka 24 saac hadduu hal mar waalidkiisa soo xasuusana si khatar ku jira. 24 saac hal marba hadaadan ilaah aabo u naxariis, ilaah hooyo u naxariisa, waqul rabbi irxamhumaa kama rabbayaani saqi, adiga khatar ku jirtaa. Goormay inoogu dambaysa marka? Odayaasheena waalidiintii goormay inoogu dambay? Bal daayar korkood iga daa, kuwa hadda kama gaara caawa, kuwa maxaadara gaaray u baahan yihiin, nimankaas maxaadara gaaray daayartu u baahan yihiin. Hadda waalidka mobilka kala sarreeya ma la hadlayno waalidkood, mobil wuxuu kala fadhiyaa. Nin magaalada jooga wuxuu ii sheegay ilmaha Ilaahay siiyey, wuxuu yihi 3 aniga aan dhalay imidaan adeer u hayaan iskool geliyey, heer jaamacadeedaan ka soo bixinay, secondary ka bax, college ka bax, jaamacad ka bax, magister ka bax, ragga wuxuu yihi xoolo nagu maharin. Ninka waa nool yahay hadda magaalada jooga, inuu inta fadhiyana waaba suurtagal. Wuxuu yihi soo in la soo laabta maaha, shaqadii baa laga soo laabtay, 4 toodii baa soo laabteen buu yihi. Hadday soo laabteen nin walba wuxuu lumaya bahal mobil oo kitaabkan la dhalo, 100 buu ku galay mow. Wuxuu yihi anigii dhale lima salaamo, hooyadoodana ma salaamaano, iskaba daawilkii adeerkan u ahaa, caawa dhan kun baa saako loo kala rog, niman joogaanba maaha, hataa haddaa salaanta kor kuma fiirinayn, hoos ayko haa waan fiicannahay, hoosan baa lagu jiraa. Iskaba daawil dhaqaale kaasoo galay iyo maxaa ku baraday iyo maxaa xusuusan wuxuu yihi hawshalkaasay marye sheekow intan yaryar baa hadda wataay bal macadka liigu aqbalo intanan kuban aan la soo carare. Ninkaa been muu sheegin waa run, inteenna waan wada dhalle, wax aabba wuduu ku dhal lugta iyo madaxa ku riixa weliga maa. Waagi hore waalidka waa loo tegi jiray aabba seetaa imaanta maxaa ku hergeshay ma xanuunsatay, kiiba badan baa aabba maxaa ku hergeshay kudhi xagguu mari wuu kaa wareeganin kuma soo dhawaana aabba soo lama agfuriisan jirin. Ha oo aabihii ducee lama dhijin, waxa ducee qoladan diyaar u yihiin ama ingiriiska yaqaanaan ducee maxaa ku filayn, mobil weyna way wataan, mobil weyna nimanka way wataan. Hooyada warkeeda horaan baan daaniiday duqda ida dhimatay laga tegi, nimankaa markaa warkooda meel iigu xira ii dambeeyo. Nimankan mobeelada gacmaha gashaday sababna anakaa ku yeelnay ingiriis aan diin ooga dhigin, horta xunsuu baari ku noqon sheekh soo ina adiga had nin baa wuxuu yidhi masala nin baa meel baa ku xirnaad mitaaliya tusaale. Markaasaa wax daloo kaa warqabo male meelaa iskaga jirta lagugu qabto. Raashin socdun baa cirka ku imaaday, waxaa isweydiin raashinkan yaa keen intee laga keenso inaad barato. War horta Ilaahay aan barano, horta Ilaahay inaa ilmihii barno soo lama rabo, cunugan Ilaahay bar, adigana isbar horta. Ilaahay isaga abuuray bar horta, ilmahan Ilaahay maana barin, Ilaahay aan barno horta ilmaha kow, annakana isbarno. Markaan Ilaahay barnay annakana barnayn, war cunugan Ilaahay aqaan adigoo muu ku baran, Ilaahay abuuruba aqaanin. Salaad ma tukado, ma soomo, ma sadaqeeyo, Ilaahay maba aqaanaba, wuu iska joogaa. Adiga goor muu ku baran horta? Soo ilmaha horta inaan Ilaahay barno maaha ka dhaman annaka isbarno. Aabow ani waalid baan ahay, sidan baan ahay, Ilaahay sidan buu yiray, kan buu yiray, wadaa soo mar ha ku barto cunugu. Cunuga haddaaba Ilaahay barin
adi kuma baranayo diin ilaahay aan la barin waxa ta warkamay intaba marka anaka sababto dhanba anaka iskal wax ilaahay u aqaanaan iyo wax nabi maxamed u aqaanaan iyo wax waalid u aqaanaan malaha mahay malaha nimanka marka warkooda xaq ii dhiga odayaalo idinka waalidiintiina way tageen maxaa u haysiin ani wali masaajid muu dhistay wali wax muu sadaqays wali wax muu niyootay halka adiga marisaa lagu marin hadda la soco ha iskaba soo qaad masaajid hadda joognaa markii masaajidka baahiyihiisa wax laga guri ha tuqa waa inaad wax u qoondayso waalidiinta qoonto waa inay leeyihiin ha jumcahan soo socdo lacagaa la gurihaye intan duqdaa iskale intan aabaa iskale masaajidkaa lagu dari maxaa ayakaa iskale biilka waa in laga biilka in lagu daro wey sheekh biilka in lagu daro wey maxaale ilaahay sababtiisa halkan inkaa kusoo gaadhsiiyey sidee rabtaa adiguna xunugaada kuu ogaaday waalidiinteeniba kama warqabne hal maalin wa qul rabbi irxamhumaa maadhayn ilaahu naxariiso maadhayn adduunyan baa fiijinaysaa dhuuntu baa sii daagaysaa waxaa heshana nin baa kula tartamaysa waalidkii aaw hadda xoolo umaba bixinayne ducadaa fudud ee ducada yaan laga halmaami ducada he yaan laga halmaami haddii la yidhi waalidka laga hadlo saddex qeyb baa waalidka looga hadlaa qeyb waxaa looga hadlaa asbaabta lagu garta caasiga ninka caasiga maxaa lagu gartaa horta qodobadaa in la sheego inaa caasi tay in kale markaasaa la ogaan laha kow in la sheego qodobada qofku u baahri ku yahay culimadabay ka hadleen qodobka saddexaad waxaa weeye xuquuqda uu leeyahay waalidka iyo xuquuqda ilaahay inay isku xiran tahay nimaan waalidkiisa baari u noqonin wax shareecada ogoshaana caasi ugu noqdo biyo ka kaban maysid ilaahay agtiisa waxba kuma yaalo jannana geli maysid xoolka nabigana kacbi maysid kitaabkana midig lagaa siin maayo xisaabtina nuuqisha waa lagugu adkeen xisaabta waa lagu adkeen ma nuuqisha nabi wuxuu uhi faqad halag waa halaagsame waa he waa halaagsame nima waxaan kusoo gabagabayna waa wasiyada afraade kuba kale kama gaadhe waqtigana waan dheeray waana hadalbadiye niman yahow waqti inkaaran baa la joogaa waqtiga hadda aan joogna waqti inkaaran wey waa waqti diinta ilaahay qariib ay gashay waa waqti islaamnimada lagu ciyaaray waa waqti akhlaaq muslim ay dhuntay nin walow beri ilaahay hortiisaa tegi waxaana la weydinina kitaabka alle iyo sunnada nabi wey bes ilaahay aana la weydin nabi maxamed aana la weydin diin aana la weydin saddexdaa aan baranno su-aasha kowaad maxay man rabbuka hadi ilaahay waa inaan baranno kutub baa laga qoray ilaahay horta inaan baranaa u baahanay ilaahay ma naqaano sheekh ilaahay inaan baranno ilaahay horta inaan baranno yaa u baahanba wax badan u baahan dadka ilaahay in la baro waa kow man rabbuka ilaahay baadaa ka seenin goo haddaada inta ku baran maxaad xaggaa kaga jawaabi kaga jawaabi meysha waxaa lagu leeyahy wamaa diinuka diintaada teewey alkitaab wasunna loo wada war diin ilaahay maba naqaana ma diin ilaahay baa naqaanaa yaa cunuga ingiriiska markuu ku dhaco hooyada habeenkii ma seexatiyo aabbaha way wareeraan ingiriisku ugu dhacay buunta xun buu hele madrasa hadduu ku dhaco dan laga mana qur-aanka hadduu ku dhaco dan laga mana waxaa shaqo maa wamaa diinuka lagu weydiin adi diinta maxaa ka taqaanaa adi diintan areeda carabka i qalala aniga yaa tuushinkana aa ku dhiganay carabkan tuushinka ingiriiska aqbalaama la yaabnanag oo faatixada lagu akhri lahay waa lagu weydiin wamaa nabiyuka lisweydiniyey bal caaw reeraheena markaan ku noqon islaanta weydiya caruurta aan weydino ilaahay ma taqaanaa ilaahay iga dhulka iyo cerkaa warma intaasaa maya maya ilaahay barashuu baahan sheekh kutub baa laga qoray kutub baa ilaahay asmaahiisa keli laga qoray waa weyna mujalladaad ilaahay inaan baranno kow diinta ilaahay inaan baranno suubanaha salawaatullaahi wasalaamu caleyh inaan baranno nabi maxamed ma naqaanee nabi maxamed dadka inaan ka baranno wuxuu noo taagay waa nabi he maxamed ibnu cabdillaahi baa la aha quraysh u ahaan jiray waa waa la soo diray maya saas ma ah nabi maxamed inaan baranno wey raggii nabi maxamed barte gacantaa qalashay abuu dalxa u fiirso gacantii abuu dalxa waxaa la yidhi shalal kuma dhicin ilaa way qalashay maxaa nabi maxamed si u difaacay wixii soo dhaco si ugu dhacay gacantiisay qalashay weba angagtabo maxaa nabi maxamed wuxuu yuu ogaaday markaasuu inay gacantiisa qalasho ugu talagala u fiirso ummu saleem waa gabar u fiirso waa haween abuu dalxa islaantiisa maalin baa markuu fantarigii ciidanka baxay ayay tori soo qaatay seefteed dharkeedina way soo adkaystay waxay jiray jihaadkaan aadi maanta abuu dalxaa la hadlay see wax kaa yahay maanta ciidan waan haysanaa suubanaanakaa difaacayna
waxay tiri hawshaa yeeli maayo wuu qaadeen nabigu u geeyey salaa sa wuxuu nabi ilaahay qolay la fiiri waxay tii nabi ilaahay hari mahay ilaa caloosha aan ka jeexa gaal halka aan dhigo maxaa waxay ogtay nabi maxamedoo la difaaca qaymaha nagu gaaday umu cadiya u fiirso waxay leedahay ragga markay daataan annakaa daaweyni jirnay annakaa cenini jirnay maxaa toddoba duulaan baan raaca maay tiri suubanaha salaa calayhi wasalam waa hawaan u fiirso maxay ka doontay suubanaha wuxuu ahaabay ogtahay waxay rabtaa haddii la dilina horteeda in lagu dilido difaaca ku jirto ay diin maxaa waaysa diin maxaa waayna anaga diin war uma hayna sheekh saddexdaasaa laisweydiinay saddexdaa intaan adduunyada joogna aan baranno man rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyuka qabriga saddexdaasaa laisweydiin saddexdaa hadda inaan baranno way allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaab naar rabbana dalamna anfusana wilam takfir lana watarxamna lanakuna min alkhaasiriin rabbana hab lana min aswaajina wa dhuriyaatina qurata acyun wajcalna lilmuttaqiina imaama wabilahi towfiiq